السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. دائما معكم من الجزائر من بجاية. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جيسبيغ كو فوز الي بيان. توحشتكم من الفيديو اللي فات، نتمنى راكم بخير بصحة والهنا. طبق رائع. قبل ما نبدا هذا الطبق ديروا جيم، ابونيو من فضلكم وبارتاجيو لا فيديو. اذا جبت لكم واحد الطبق، طبق رمضان. هذا الطبق يعني روعه روعه، طبق الكوسه يعني لافيو يعني الظلمه في الفرن بالفرماج، يعني طبق بلافيون داشي في الفرن يعني بالكوسه بلا كورجيت، ولا كل واحد كيفاش بالقرعه، كل واحد كيفاش ينادي لها. يعني ليمن دات لها لكم بطريقه يعني بلمستي الخاصة. طبق الظلمة هذا الطبق الشهير اللي نديروه في رمضان، يعني نحبوه كتير في رمضان، وطيبت معاه الكسرة. الله الله، شهدكم في الجنة ان شاء الله. بارتاجيو من فضلكم الفيديو باش تعوم الفائدة. شكرا للتعليقات الجميلة، شكرا لكل جديد دخل عندي، شكرا للأوفياء يعني يعني القدم اللي كانوا معايا ومازالهم معايا. تحياتي نقول لكم شكرا من القلب. تحياتي هنا الملكة ليمان من الجزائر من بجاية. نتمنى هذا الطبق ينال اعجابكم. على بالكم يا البنات، واحد الطبق بنين بنين شهي، خاصة في الفرن بالفخوماج مارزريلا، يعني بالفخوماج بالجبن المرحي. ذوقوا شوفوا الطريقة وطريقة التحضير. لهنا فقط راني يعني نقطع لكم فقط القوام كيفاش طاب لي لافيون داشي. يلا نروحوا للمكونات. لهنا بسم الله على بركة الله عندي كمية من اللحم المفروم لافيون داشي على حسب أفراد العائلة. لهنا عندي هكذاك 4 حبات من لاكورجيت أو الكوسة أو القرعة، كل واحد كيفاش يعني عيط لها. فوالا اختاري فقط هذيك المتوسطة يعني المليحة لهذا الطبق. عندي هنا حبة ونص من البصل ونصف فقط من الطماطم، لأن راح نديرها بلاصوص بلانش. لهنا عندي ملعقة من السمن، السمن ماشي الزبدة، السمن. لهنا عندي كمشة تاع الحميمصة، الحمص، البواشيش. لهنا عندي بيضة بيان سور نحتاجوها، تبعوا فقط المقادير. لهنا ليزيبيس يعني التوابل السبع، الكركم، الفلفل الاسود، الكمون، الملح والزنجبير. يعني لهنا تحبي ديري اضافات ديري. هذا فقط واش ندير للطبق هذا الفلفل الاسود. يلا لهنا نبداو نقشرو في لاكورجيت تاعي. لهنا فقط سيو، ما تقشروهاش كامل، خليوها شويه لو فيغ هذاك باش تكون جميله يعني راقيه. هكذا نسيي نقشروها ونغسلوها تخي تخي بيان في الغوبيني هكذا. فقط تقدروا تديروا في الكوسه، تقدروا ديروا بلا كورجيت، بالكرنب، بالفلافل. لهنا نقطعها هكذا بعد ما غسلتها، نقطعها هكذا نصفين ونحي لها تخي تخي بيان، نحي لها هذيك اللب الداخل. يعني خدي راحتك فقط من بالك فقط يعني تديرها من اللور، نحي لها من انا بالملعقه. شوفوا كيفاش نحي لها كامل اللب تاعها من داخل، خليها رقيقه، خليها طبقه رقيقه. فوالا لازم تحصلوا على طبقه رقيقه. لهنا شوفوا كيفاش تعطاها. لهنا رحيت البصل والطماطم. لهنا في القدره نجيب السمن وشويه تاع زيت الزيتون، ندير البصل المرحي والطماطم المرحيه. طماطم الوقت القلمة تاعها ونخليوها يعني السمن وزيت الزيتون والبصل يتقلاو على غردهم على نار هاديه. نزيد لهنا الكميمشه تاع الحمص ونزيد التوابل تاعي اللي ذكرتهم، خليهم يتقلاو على غردهم باش تكون بنينه. لهنا نجيب لهنا من داك تجيبي كاس ماء سخون نخليه على غرضه. لهنا نجيب لافيون داشي تاعي، نجيب البيضه ونصف بصله والتوابل وكمشه تاع الارز اللي فورتها والتوابل اللي ذكرتهم مقبله. لهنا لازم نخلط كامل لافيون داشي والبيض وزيت بيس كامل والرز، نخلطهم كامل في الماء. من داك حركي الطبق تاعك. لهنا نبدا نحشي في لاكورجيت تاعي هكذا، لازم نحشيهم تخي تخي بيان. فوالا تقدري ديري قلت لك الفلافل، الكرنب، تقدري تغلي بالبطاطا، انا نحبها بهذا لاكورجيت. يعني نوعكم ان شاء الله، من داك نوعكم. لهنا نبدا نحشيها كامل كامل هكذا فوالا. والقدره تاعي راهي طيب يعني على غردها، خليوها على النار هاديه يتقلى لنا البصل والطماطم كامل على عرضهم والحميمصه كامل.
يطيب على ملحة، خاصة بالك الملح، الملح الملح لهنا نديرو هكذا، ندير لافيون داشي. انا قررت باش نديرها لو غاست تاع لافيون داشي، نديرها هكذا ديبول ديبولات، يعني كرات من اللحم المفروم، ونخليها لهنا طاب. الكسرة تاعي راهي طابت بسم الله ما شاء الله، ونمرق بكاس ماء سخونه. راهي طابت لي، كيفاش طابت لي؟ جبت لي هايله، يعني كي يبدا ينقص الماء ديريه. لهنا نجيب الطبق تاعي، لهنا ندهنو بشويه تاع زيت الزيتون، ونديرو رشه من الفخوماج هكذا، ندير الفخوماج ونبدا ندير في نديرهم كامل في الطبق تاعي اللي يدخل الفرن، يعني طاب لي تري تري بيان. الطبق تاعي لهنا نبدا ندير له الفخوماج اغابي، ونبدا نسقي في المرق تاعي كامل هكذا شويه برك، وبدا تاني ندير الطبقه الثانيه تاع الفخوماج اغابي. لهنا شوفوا كيفاش جا شباب، جا هايل. لهنا الفرن سخن، يعني سخنته مسبقا، فقط يعني ندخلوها فقط في الفوق قس، فقط ما يتحمرنا الطبق تاعنا تاع الدولمه تاعنا المحشي بلافون داشي. شوفوا كيفاش تحمرنا، يعني يعني شهدكم في الصحه بالصحه. ولهنا الى لقاء، الى فيديو اخر. سلام، اونفوار، ميرسي، شكرا.